السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، فمن غير مقدمات يا جماعة، باذن الله ان اذن الله الاسبوع الجاي هيحصل حدث خطير جدا. الحدث ده ممكن الاف الشباب يتعرضوا لمشاكل ضخمة جدا في دنيتهم واخرتهم بسببه. الحدث ده اخطر من اعصار كاترينا، واخطر من زلزال القاهرة، واخطر من سقوط المحطم. بل زلزال القاهرة وسقوط المحطم كانوا مجرد اثر من اثاره. الحدث ده للاسف الشديد معظم اللي قاعدين قدام الوقتي متعرضين لاثاره والاخطاره. الحدث ده هو بداية الموسم الجامعي الجديد. فيعني عايزين يا جماعة، واحنا على بداية هذا الموسم الجامعي الجديد، عايزين واحنا يقول انت يعني انت داخل، انت جاي ترعبنا ولا انا مش جاي ارعبك يا اخي الكريم. ولكن لو انت ماشي من شارع لشارع، من شارع لشارع، فجأة وانت داخل شارع لقيت فيه على نصيته علامة كده جمجمة وعظمتين على شكل حرف اكس. عارفين العلامة دي؟ العلامة دي شكل ايه؟ علامة الخطر. يقول لك ده خطر الموت. او احنا عايزين نجيب علامة زي دي بس نعلقها على باب الجامعة، واي شاب داخل نقول واحترف خطر جهنم يا اخي الكريم. اه والله يا جماعة، يعني كانت في حادثة حصلت وللأسف مات فيها مجموعة من الشباب، فواحد من اللي يعني كان عارفهم شاف واحد منهم في الرؤية فبيقول له انت عملت ايه، جاوبت على الاسئلة ولا لا؟ فقال له اه جاوبت على الاسئلة. قال له يعني ان شاء الله في الجنة؟ قال له ان شاء الله في الجنة. قال له طب واللي كانوا معاك؟ قال له واحد منهم معرفش يجاوب على الاسئلة. الرؤية دي لسه قايلها لي من حوالي يعني من يومين. فالمقصد يا جماعة، معرفش يجاوب على الاسئلة ليه؟ ان استأنست بهذه الرؤية، معرفش يجاوب على الاسئلة ليه؟ من كتر المعاصي اللي عملها في فترة الجامعة وكتر الران اللي تراكم على قلبه في فترة الجامعة، الطبع على قلبه معرفش يطلع اجابة لسؤال من ربك في القبر لما دخل القبر. يعني واحد ممكن يقول لي اخي هنعمل ايه؟ ده احنا بنخلص من فتن الجامعة وفتن اول ما يجي الصيف وتخلص الجامعة، فتن الصيف والمصايف والنوادي والقهاوي والسهرات الفضائية، يا دوبك نخلص من فتن الصيف تيجي الجامعة تاني بفتن الجامعة تاني. الفترة الوحيدة اللي مفيش فيها فتن ايام الامتحانات بنبقى فيها في بيوتنا. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه والفتن اصبحت محيطة بنا من كل جانب؟ يا جماعة انا بسأل كل واحد منكم سؤال الوقتي، تحب تدخل جهنم؟ مين فيكم عايز يدخل النار؟ طب لو انت مش عايز تدخل النار بتعصي ربنا ليه؟ انت عارف طوفان المعاصي اللي بيرتكب في الجامعة كل سنة تحت مسمى التعليم ده ممكن نعاقب بسببه قد ايه في الدنيا وفي الاخرة؟ عارفين يا جماعة عقوبة المعاصي كان احد الفضلاء، يعني كان احد الفضلاء، يعني كان في معهد اثاري مدرس، فكان معاه مدرس تاني قاعد يشتكيله من الفقر والغلب والمرتب بيخلص وما بيكفيش حاجة والعيال بتاخد دروس خصوصية وقاعد يشتكي من هموم الحياة. ففي اخر المناقشة والمدرس اللي بيشتكي ده ماشي، فوجئ التاني ان هو معاه ظرف اصفر من بتوع الحكومة. فبيقول له ايه ده؟ فبيقول له ده ورق ودفاتر واللام بديهم لاولادي، هعمل ايه الفقر انت عارف؟ بيقول له بس دي عهدة. قال له ما انا هعمل ايه؟ قال له انت لو بطلت اللي انت بتعمله ده هو ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنك مشاكلك والدروس الخصوصية بتاعت الاولاد. المهم الراجل استهتر بكلامه، فبيقول بعد شهور لقيته جاي وهو مستبشر في ايه؟ فبيقول له انا فعلا سمعت نصيحتك، ولما بطلت ان انا اخد الحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى حلل المشاكل بتاعتي ومشاكل الفقر. فالراجل بيحلق تعليق ذكي جدا يا جماعة، بيقول اذا كان ده ربنا عمل فيه كده بسبب ملاليم سرقها، امال اللي بيسرق الوفات ولا ملايين بقى ربنا يعمل فيه ايه؟ انا الوقت عايز اعلق تعليق تاني خالص. انا عايز اقول لكم ان الراجل ده كان في حياته مشاكل هو مش قادر يعني مش قادر يتصور ان المعاصي اللي بيعملها ما هوش حاسس بخطورتها هي السبب في المشاكل دي. انا عايز اقول لك واقول لنفسي واقول للاخوات اللي فوق ان ممكن المشاكل اللي في حياتنا يا جماعة سببها معاصي احنا مش مقدرين قيمتها. ولو جيت اقول لك عليها تقول لي مش ممكن، هي دي معاصي، ده حاجات بسيطة. ايه يعني الحاجات اللي احنا بنعملها ده حاجات بسيطة جدا. ممكن الاكتئاب اللي عندك بسبب عدم غض البصر، ممكن المادتين اللي صدت فيهم السنة اللي فاتت بسبب انك انت بتتفرج على التلفزيون لسه لما بتبقى لوحدك، ممكن تأخر الزواج عندك بسبب المكياج اللي انت بتحطيه في وشك،
ممكن اي مشكلة في حياتك تبقى بسبب ذنوب انت مش قادر تتصور قيمتها. منذ عدة سنوات في افغانستان لما حطموا اصنام بوذا، لما حطموا الاصنام كان قبلها بثلاث سنين مفيش نقطة مطر واحدة نزلت على افغانستان، بقت صحراء جرداء. اول ما حطموا الاصنام السماء مش امطرت، السماء هطلت بعدها مباشرة. فالواحد لما يجي يفكر كده في الواقعة دي سبحان ربي، كأن كان ممكن حجب الفتوح عنهم بسبب معصية زي دي وهم مش قادرين يكتشفوها. كأن يا جماعة كل واحد في حياتنا فيه في حياته صنم، صنم في حياتك. الصنم ده هو اللي منع فتوح ربنا عنك. ممكن الصنم اللي في حياتك بنت بتحبها ومش راضي تسيبها، ممكن الصنم اللي في حياتك معصية بتعملها ومش راضي، مش هقول مش قادر، مش راضي تسيبها، ممكن الصنم اللي في حياتك واحد ممكن اي حاجة. يبقى عايزين نكتشف او عايزين نوقن ان اي معصية بتعملها ممكن تعاقب بها اي عقوبة، والمشكلة والمصيبة انك انت ما تبقاش قادر تربط ما بين الاثنين. يعني انا عايز اتكلم الليلة عن الجامعة، عن الشباب والجامعة، عن موسم الجامعة اللي احنا داخلينه. طب ليه عايز اتكلم عن الجامعة؟ لانها اخطر فترة في حياتك، اخطر فترة في حياة الانسان هي الجامعة يا جماعة، اخطر فترة. في ناس بتخرج من الجامعة ده هي وهم من السابقين السابقين، وفي ناس بتخرج من الجامعة للأسف الشديد لو ماتت هتدخل القبر ما تعرفش تجاوب على سؤال من ربك ومنين. في ناس بتدخل الجامعة بترتكب موبقات وكبائر، وفي ناس في الجامعة حملت ملايين الذنوب هتشيلها على ظهرها يوم القيامة، وفي شباب حفظ قرآن في الجامعة، وفي شباب حفظ البخاري ومسلم في الجامعة، وفي شباب خرج من الجامعة هو عالم في العلوم الشرعية، وفي شباب التزم على ايدهم ألوف الشباب في الجامعة، وفي شباب اتربوا إيمانيا وقلبيا داخل الجامعة، وفي شباب عاشوا الجنة جنة الإيمان وهم في داخل الجامعة. يبقى مرحلة خطيرة. في شاب بيصحى من النوم الصبح ورايح الجامعة، يا ترى هلبس ايه النهاردة وانا هلبس ايه النهاردة، وكل واحد نازل يفكر واصحابه يقولوا عليا ايه واعمل ايه. تفكير دافئ، انما في واحد تاني نازل له هدف له مقصد. فلان دي اخطر فترة في حياتك، مش عايزينها تعدي يا جماعة كده. عايزين نفكر من الوقت انت ناوي على ايه، من الوقت كل واحد فكر على ايه، ناوي يعمل ايه السنة الجاية، ناوي تعدي كده وخلاص زي ما كل سنة بتعدي، ولا هيبقى ليك هدف، وهيبقى ليك مقصد، وهيبقى ليك برنامج، وهتدخل من اول يوم وانت عارف انت هتعمل ايه. عايزين نحط علامات جمجمة وعظمتين، علامات خطر على اربع مواضع في الجامعة ما ندخلها يا جماعة. اول علامة هحطها لكم الليلة على باب الجامعة وانت داخل. العلامة دي ليه؟ عشان اقول لك انتبه في خطر. خطر ايه؟ وانت ماشي في الطريق وانت داخل جوه في الجامعة اوعى تطلق بصرك يمين ولا شمال نظرة واحدة. هو قصص الحب دي كلها سببها ايه؟ قصص الحب والشباب بعد ما التزم يتعذب والبنت تتعذب سببها ايه؟ بصة. سببها كلها بصة، نظرة واحدة في الاول. اوعى تبص بصة بعينيك تخليك تلف حوالين نفسك شهور. خد بالك المعاصي يا جماعة ما هيش حاجة بسيطة. ده معاصي دي يعني نار، معاصي دي يعني نار، يعني جهنم. انتوا عارفين يعني ايه نار؟ احدى نساء السلف كانت بتطوف حوالين الكعبة وهي تقول يا رب اليس لك عذاب غير النار تعذب به عبادك؟ يا رب ما فيش غير نار، يا رب يعني ما فيش واحد بيجي يوم القيامة كده يتمد على رجليه 50 مدة كده ويتقال له خلاص العذاب بتاعك راح، ما في اللي هيعاقب هيتسوي. كان احد السلف يقول من قال لك ساقتص منك على الصراط فهو لا يعرف الصراط. اللي يقول لك ياخد حق منك على الصراط مش عارف الصراط. هو الصراط حد داري في حد؟ ولا حد هيفكر في حد؟ ولا حد هيبقى في دماغه حد؟ الصراط ده تحته جهنم يا جماعة، ده تحته النار. انت بتعدي على حاجة تحتها جهنم والعياذ بالله. ده يؤتى بانعم اهل الدنيا وهو من اهل النار يوم القيامة، فيغمس خمسة في النار تعمل له فقد ذاكرة كلي عشان خمسة واحدة بس. امال اللي هيلبسوا فيها احقابة هيعملوا ايه؟ امال اللي بيقول كلمة يهوي بها في النار 70 خريف 70 سنة في جهنم بكلمة؟ الستات اللي قاعدين يختابوا ليل نهار يعني الغيبة في 70 سنة مثلا؟ طب يعني 17 غيبات، مين اللي اختب 10 غيبات بس في حياته؟ مين اللي كتب 10 كدبات بس في حياته؟ مين اللي قال 10 مرات سخرية من اخوه المسلم بس في حياته؟ 700 سنة. يعني احنا متخيلين يا جماعة ان ايه خمسة في النار؟ ده خمسة في نار الدنيا في بني سويف من عدة ايام. شفنا اللي خارج عريان من المسرح قدام الكاميرا ما هوش مكسوف، مكسوف ايه؟ هيتشوي. وشفنا اللي خارج بيزحف والعياذ بالله لما النار شوت جزء كبير من جسمه، وشفنا اللي النار شوت 90% من جسمه. يقول لك 90% من الجسم محروق، 90%، عارفين ايه 90%؟ يعني ما هيش خمسة في نار الدنيا، ده خمسة في نار الدنيا يعني 100% حريق. خمسة في نار الاخرة تبقى ايه بقى؟ عشان كده ربنا بيقول لك ففروا الى
اهو يعني ايه؟ عارفين كلمة تفرد يعني ايه؟ بالتعبير الفلاحي بتاعنا احنا يعني يا تلحق يا ما تلحقش. يعني لما اقول لك فر من المكان اللي انت فيه يعني في خطر داهم جاي عليك في المكان ده، يا تلحق تنجو منه يا مش هتلحق تنجو، تهرب بسرعة يمكن تلحق، يمكن نلحق ان احنا ننجو من عقوبة ذنوبنا يا جماعة. ففروا، اهرب مهما كانت الشهوات محيطة بك من كل جانب، اهرب، شوف اي مدخل، توجه الى الله يفتح لك اي سكة، واهرب من حفظ من يعني من حرب الشهوات اللي حاطط بالشباب من جميع الجوانب في هذا الوقت. النار يا جماعة. عشان كده لما تسمع ان النبي عليه الصلاة والسلام في الاسراء والمعراج لما رأى سيدنا ميكائيل في مصر الامام احمد، لما رأى سيدنا ميكائيل فوجده لا يبتسم، فسأل جبريل وقال له يا جبريل لما لا يبتسم ميكائيل؟ حسنوا الالباني هذا الحديث. فقال جبريل انه لم يضحك قط منذ خلق الله النار. تخيل ملك ما عصاش ربنا معصية واحدة من اللي احنا عملناه، وليل نهار طاعة وما ضحكش منذ خلق الله النار، ما احنا نعمل ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان صدره بيغلي في قيام الليل، ابن القيم بيقول غليان صدر الرسول الله في قيام الليل كان خوفا من الله وهما على الدعوة او هم الدين، هم نصرة الدين. يعني خوف من الله كان عنصر من عناصر غليان صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا ابو بكر ماشي مع سيدنا عمر عثمان وكبار الصحابة، فجأة كيري سبقهم وجس على ركبتيه واخذ يبكي، فقالوا له ما يبكيك؟ تخيلوا ايه اللي خلاه يبكي وهو ماشي شاف طير بيطير على شجرة، فقال هذا طير يطير على الاغصان ويأكل الحب ثم يموت فلا حساب ولا عذاب، فيا ليتني كنت طيرا. ابن دقيق العيد يقول منذ 40 سنة ما تكلمت كلمة الا واعددت لها جوابا بين يدي الله. كان احد السلف لما بيسكر النار امامه بيبول دم من شدة خوفه من النار. طب واحنا قلوبنا شكلها ايه؟ احنا قلوبنا وصلت اللي وصلته ده ليه؟ احنا قلوبنا تحضرت بهذا المنظر ليه؟ جهنم يا جماعة. لما اجي اقول لك انت بتعمل ايه ده انا بعصر انت عارف يعني ايه بتعصر ربنا؟ انت عارف كلمة بتعصر ربنا دي يعني ايه؟ عارف لو تأملت حتى في الفاظ جهنم، الالفاظ اللي ربنا سمى بها النار، ربنا يقول لك سقر، سقر ده اسمه من اسماء النار. عارف يعني ايه سقر؟ سقرته الشمس اي اذابته الشمس او سهرته الشمس. يعني النار دي بتدوب الحجر، بتدوب الاجسام اللي بتدخل فيها. طب تستحمل انك تغمس في هذه النار ولو غمسة واحدة؟ مفيش انسان يستحمل يا جماعة، مفيش. عشان كده يجب ان احنا كل كلمة فيها معصية تبقى ايه في المشرق واحنا في المغرب. بل الاخطر او اخطر شيء في الدنيا في عقوبات المعاصي ان عقوبة المعصية تتنزل على قلبك، ان قلبك يبقى هو اللي بيتنزل على عقوبة المعصية والعياذ بالله. تخيل حاجة يعني شوف قول الله سبحانه وتعالى بس اسمعه بقلبك في سورة النساء، انما التوبة على الله للذين يعملون ايه يا شباب؟ السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. الآية اللي بعدها وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. يعني في ناس عملت سوء وفي ناس عملت سيئات. اللي عمل سوء وتاب ربنا تاب عليه، اللي عمل سيئات ما فيهاش غير هو بيموت ربنا ما تابش عليه. طب ليه الأولاني سوء؟ كلمة سوء يعني الأولاني ده ما خمقش، الأولاني ده ما طولش، الأولاني ده رجع لربنا بسرعة، الأولاني ده لما دعي إلى الالتزام الكامل والشامل فعلا تاب إلى الله، إنما التاني سيئات يعني كتر وطول. فالسيئات طبعت على قلبه، فلما طبعت على قلبه مفيش حاجة فوقته غير لحظة الموت، قال يا رب تبدي اليك، مفيش توبة ساعتها. احذروا من المعاصي يا جماعة، احذروا من عقوبات المعاصي القلبية، واحذروا اخطر ما تحذروا من معاصي السر. ان الواحد قدام الناس شيخ وفي الجامعة شيخ وفي الجامعة شيخ وبينه وبين نفسه لما يختلف البيت يفتح التلفزيون يتفرج على برنامج غير مباح طبعا، او يفتح قناة فضائية ويتفرج، او يشغل شريط ويسمع، او يدخل على قناة غير مباحة ويتفرج. احذروا ان الواحد في معاصي السر دي اول عقوبة بتقح على العبد، ان هي بتزود وش العبد في الدنيا وبتقذف كراهية العبد في قلوب الصالحين. تلاقي فجأة اصحابك بيكرهوك، تلاقي فجأة الملتزمين بينفروا منك. طب ليه؟ عشان معاصي السر. تاني حاجة يؤتى بعباد يوم القيامة ولهم حسنات كامثال جبال تهامة بيضاء، جبال حسنات فيجعلها الله هباء منثورا. إذا يا رب ليه يا رب؟ ليه القيام والصيام والذكر وكل حاجة اللي انا عملتها تبقى هباء منصور يا رب؟ ليه؟ كان
كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. يبقى معاصي السر ضيعت حسنات العلن. تالت حاجة السحب على الوجوه الى جهنم والعياذ بالله بسبب ايه؟ بسبب الرياء. ما هو معاصي السر بتنبت في القلب النفاق والرياء، تيجي في العلن تلاقي نفسك مراية غصب عنك. احذروا يا جماعة من المعاصي، احذروا من المعاصي، لان المعاصي تعني كلمة من اتنين، يا جهنم يا عقوبات قلبية والعياذ بالله. تاني علامة عايز احطها لك وانت داخل الجامعة، علامة جمجمة وعظمتين عاملين حرف اكس، علامة خطر موت، علامة خطر جهنم. تاني علامة عايز احطها لك وانت داخل كده بتتمشى ورايح المحاضرة، هتفاجئ ان في شلة بنات واولاد واقفين، وممكن يكون في بنت منهم كنت عارفها قبل كده، وممكن يكون في ولد منهم انت عارفه وممكن تدخل الشلة من خلاله. اهو ده تاني منظر حاطط لك على علامة الخطر. المنظر ده احذر منه. الرسول عليه الصلاة والسلام لما بيأتي اليه ناس يوم القيامة يشربوا من الحوض والملائكة تقول له انهم غيروا من بعدك، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لهم ايه؟ سحقا سحقا لمن غير من بعدي، سحقا سحقا. ده دول مسلمين يا جماعة اللي رايحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دول مسلمين. تخيلوا مين دول؟ هيكونوا مين يعني؟ البنت اللي نزلت متبرجة في الجامعة، والبنت اللي نزلت تمكيجت عشان تفتن الشباب، والولاد اللي وقفوا ساعات مع البنات في الجامعة، والعربيات اللي اتبنت ولاد وبنات، وقصص الحب الدامية، كل الواقع ده هيتقال يوم القيامة سحقا سحقا. ترضى انك تتسحق يوم القيامة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ترضى ان الرسول يدعو عليك بالسحق يوم القيامة؟ ترضى هذه الدعوة؟ يبقى ابعد عن الواقع ده، مالكش دعوة بيهم، مالكش دعوة بالاختلاط، وانت مالكيش دعوة بالاختلاط. بل لو جيت تنام وفكرت في صحبة السوق او اماكن السوق دي او الاختلاط ده، قوم وافتح التلاجة وهات اجازة مية ساعة كبها على راسك، يمكن انك انت تفوق من هذه الخواطر اللي ممكن تبوظ قلبك او تفسد قلبك. يبقى يجب يا جماعة ان احنا نحذر من هذا الواقع تماما. علامة خطر، علامة خطر قد شاشة السينما كده، مش علامة خطر صغيرة، علامة خطر كبيرة، لانه خطر عظيم ياما ضيع شباب. يعني عايزين يا جماعة نستلهم خالد بن سعيد. هل تعلمون خالد بن سعيد؟ حد منكم يعلمه؟ حينما اسلم هذا الصحابي رضي الله عنه، ابوه يعني ما قدرش يستوعب ازاي ده تبع محمد صلى الله عليه وسلم. ابوه يعمل ايه؟ قال له لا احرمنك من رفقي. ما هو لازم يرهبك، ما هو لازم الاسرة في هذا الوقت عشان تعملوا سلاح الترهيب، امال هيعملوا ايه؟ يعني يا جماعة لازم ان احنا نثبت قدام معارضة الاهل في مصر هذه المواقف. لازم يعني واحد يقول إيه لما والدك او والدتك يقولوا لك مش هتتجوز؟ يعني مش هتجوز ايه؟ يعني لو لبست نقاب مش هتجوز؟ مش تقول لهم لا ده احنا رجال؟ لا ايه يعني؟ لو اي حاجة حصلت لا احرمنك من رزقي. يعني كانت اخت بتتصل بيا من عدة ايام عايزة تلبس نقاب واهلها رافضين، فاخر مرة بتقول طب انا يعني ان شاء الله بعد 4 سنين هلبس لما اخلص الكلية. قلت لها يا بنت الكلمة دي حرام. حرام؟ امال الصح ايه؟ قولي لما ربنا يعني هلبس. خلاص لما ربنا يعني هلبس. وكنت على سفر ساعتها فدعوت الله لها يعني واسأل الله سبحانه وتعالى ان يعني. تاني يوم يعني بتقول بعد 4 سنين، تاني يوم فوجئت ان على المحمول لبست النقاب بفضل الله سبحانه وتعالى ودع ربنا ليا بالثبات. تاني يوم يعني ممكن الفرج يجي في يوم، ولكن على شرط الصبر. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يكلم الصحابة يقول لي ده ايه؟ صبر الالياس. ويقول لي ده ايه؟ اصبر ابا جندل فان الله جعل لك فرجا ومخرجا. ويقول لي ده ايه؟ اصبر. يقول لي ده ايه؟ اصبري ولك الجنة. ويقول لي ده إيه؟ كلمة الصبر دايما، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. كلمة الصبر هي اللي جت على لسان النبي. عايزين نصبر يا جماعة، عايزين نصبر ولنا الجنة، عايزين نصبر. عايزين اللي انتقبت تصبر على انقبها، عايزين اللي التزم يصبر على التزامه، عايزين مهما الشهوات كانت بره والمغريات كانت بره نصبر على دين ربنا ونصبر على تمسكنا بدين ربنا. اعرف اخ كان لما يجي يقوم الليل ممكن والده يقوم لما يلاقيه يقوم الليل في جوف الليل يبصق على وشه ويدخل ينام تاني. الاخ ده لما صبر وثبت ربنا الوقت سبحانه وتعالى اكرمه بقى داعيه من الدعاء. عايزين نثبت على دين ربنا، عايزين نتعلم الصبر والثبات. لا احرمنك من رزقي، فقال ان الله هو خير الرازقين. مفيش فايدة، السكة دي مقفولة من عندي. ابوه قام جايبه في اوضة ضلمة مقفل عليه فيها 3 ايام لا اكل ولا شرب، والاب رغم حبه الشديد لابنه الا ان يعني ممكن يتصرف هذه التصرفات من شدة خوفه على ابنه من شدة حبه لابنه. بعد 4 ايام بقى، بعد 3 ايام اليوم الرابع، مجلس العيلة اللي بيتعمل لكل واحد مننا اتعمل ويطلعوه تاني. ايه يعني؟ الا تعود الى رشدك وتطع اباك؟ يا اخي خلاص بقى بيحاولوا يدخلوا من سكة فقال لهم اما رشدي فما فارقني ولا
فارقت ولا فارقته. واما ابي فوالله لا اطيعه في معصية الله. لا لا ده بان عليه دماغه نشفاوي ده. طب نعمل له ايه؟ قالوا له طيب يعني قل لابيك كلمة في اللاتي والعزة ترضيه. طب خليك حتى فريش كده وحلو كده واحنا نبقى حلوين وانت حلو ونبقى كده عايشين مع بعض كويسين يعني. يعني بلاش انك انت. فقالوا له قولوا قولة ترضيه في اللات والعزة. فقال لهم والله لا اقول له وليفعل ابي ما يشاء. القضية هنا قضية كفر وإيمان يا جماعة. قضية كفر وإيمان قضية مصير. قضية انك انت بتحارب في دينك. طب وبعد كده ابوه يعمل ايه؟ اخرجوه كل يوم في الهاجرة في وقت الظاهرة في حر مكة حتى تصهر صخور جبال مكة ظهرة. وبعد كده برضه يفضل ثابت ويقول كلما عذبوه يقول الحمد لله الذي اكرمني بالاسلام واعزني بالايمان والله للحظة في جهنم اشد مما يفعلونه بي. وعدت هذه الفترة يا جماعة وعدت هذه المشاكل وممكن يلف الارض وبقى والي على اليمن بعد كده. عايزين يا جماعة نتعلم ان احنا نقاوم لما نبتلى بدنا نقاوم. لما الشهوات تيجي تحيط بنا نقاوم. لما تيجي تضعف قدام الفتن والشهوات اللي انت بتشوفها في الجامعة اجري على الجامع وابكر ربنا وخبط 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 على الباب وقول له يا رب انا ماليش غيرك. عايزين نتعلم المقاومة وعايزين نتعلم المجاهدة وعايزين نتعلم التضرع لله سبحانه وتعالى. من يعني قصص السلف اللي فعلا هزت الواحد في المقام ده قصة عبيد بن عمير وقصة الربيع بن خثيم. مين عبيد بن عمير ومين الربيع بن خثيم؟ عبيد بن عمير ده احد السلف. كان مرة امرأة شديدة الجمال قاعدة كده بتتمكش في المراية كده وقاعدة مع زوجها فبصت وشها ايه الوش الجميل قوي ده يعني مفتونة بوشها. فقالت لزوجها هل يبصر احد ان يرى وجهي هذا ولا يفتن؟ فقال لها لا احد الا عبيد بن عمير. فقالت له ائذن لي ان افتنه. فاذن لها. ليه؟ لان وراء كل متبرجة يا اب ديون يا زوج ديوس مفيش حل تاني. فاذن لها. فذهبت الى عبيد بن عمير في الحرم ثم طلبت منه الفتية. فلما اخذها يعني على جنب كده تسأله في الفتية كشفت له عن وجهها. فقال لها اتق الله واستري وجهك. فقالت له اني قد فتنت بك. فقال لها فاني سائلك فاجيبيني ان جاء اليك ملك الموت الان اتريد اكنت تحبين ان اجيبك الى مطلبك ام لا؟ قالت اللهم لا. قال فان دخلت الى قبرك الان ولا تدرين كيف ستجيبين عن سؤال الملكين اكنت تحبين ان اجيبك الى طلبك ام لا؟ قالت اللهم لا. قال فان قامت القيامة الان ونصبت الموازين ولا تدرين ايخف ميزانك ام يثقل اكنت تحبين ان اجيب طلبك ام لا؟ قالت اللهم لا. قال فان مررت على الصراط ولا تدرين ستجوزين ام ستقعين اكنت تحبين ان اجيب طلبك ام لا؟ قالت اللهم لا. قال فان وقفت على جهنم ولا تدرين اشتنجين ام تلقين اكنت تحبين ان اجيب طلبك ام لا؟ قالت اللهم لا. قال فاتق الله الذي احسن اليك وانعم عليك. مش اداك الجمال وانت تروح تعصبي ربنا. فرجعت الى زوجها وقالت انت بطال ونحن بطالون. ده احنا ناس فاضية. ده احنا ناس فرخة. ده احنا ناس ما بنفهمش في حاجة. ده الناس المليانة هي الناس اللي هناك دي. وتحولت الى صوامة قوامة ذكارة حتى قال زوجها يعني بقى بيدي على عبيد بن عمير كانت زوجتي كل يوم عروس. فقلبها عبيد بن عمير الى راهبة. انا بقول المثل ده ليه يا شباب؟ انا بقول الكلام ده ليه؟ انا بقول الكلام ده عشان ده واحد التبرج ما غيروش. هو اللي غير التبرج. الفتن ما غيرتوش. هو اللي غير الفتن. هو التبرج شيء لغاية عنده هو. هو اللي غيره. انا عايز اقولك ليه الجامعة تغيرك؟ انت اللي غير الجامعة. ليه النساء تغيرك؟ انت اللي غير النساء. ليه الواقع يغيرك؟ انت اللي غير الواقع. الربيع بن خثيم تعرضت له امرأة جميلة وهو خارج من المسجد فبكى. فقالت له ما يبكيك؟ فقال بكيت على جمالك ان ادخلك الله جهنم. جهنم. وتحول وجهك الى جمجمة محترقة. ياه. وتابت على ايدي بسبب هذا الموقف. انا عايز اقولك انك انت تبقى عزمتك فوق الشهوات. وانت عزمتك فوق الشهوات. ان احنا يا جماعة نبقى فوق شهواتنا. ان احنا اللي نغير الواقع. ان احنا نبقى ابطال في هذا الواقع. انتوا عارفين واقع الجامعة عامل زي ايه؟ عارفين قصر الملك اللي سيدنا يوسف اسر فيه؟ اهو بالظبط كده. البنت اللي ماشية دي امرأة العزيز كان زوجها راجل ديوث. ودي ولا عزو بالله ما تزعلوش مني والدها راجل ديوث.
والنساء اللي ماشيين دول عاملين زي امرأة العزيز بالظبط وزي النسوة اللي كانوا معاها قاعدين جزيات عريات بيقولوا للشباب هيت لك ولازم انك تؤدي دور سيدنا يوسف تقتدي بيه ولازم انك ما تؤديش دور امرأة العزيز اللي بتؤديه نساء اليوم بجدارة ولازم ان يبقى السجن والعزلة احب اليك واليها واحب الينا جميعا من الفتن اللي موجودة دي لازم يا جماعة لازم وإلا الشباب يخرج دلوقتي من الجامعة يرفع ايده ويقول يا رب وظيفة يا رب زوجة والبنت تخرج من الجامعة يا رب عريس يا جماعة انتوا بتقولوا ايه يا جماعة انتوا بقالكم 4 سنين كل يوم بتبرزوا الله بالمعاصي عداد التبرج شغال وعداد الاختلاط شغال وعداد الظفر لبعض شغال ياه انتوا عايزين انتوا مش عايزين العقوبات تتنزل في البطالة وفي العنوسة الوقت ازاي عايز ترفع لربنا ايد فيها ملايين السيئات تحجب عنك فتوح ورفق الله وربنا ينزل عليك فتح ازاي ده كل وقفة وقفتها وكل خرجة خرجتها وكل نظرة نظرتها وكل شريط سمعته كل دول ممكن يحكموا عنك فتح ربنا عليك يبقى الشاب اللي بيعصي ربنا في الجامعة يخاف الفقر بعد الجامعة عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة التوبة في غزوة حنين حتى اذا ضاقت عليكم الارض بما رحبت ربنا بيقول ان المسلمين نفسهم وصلوا في وقت من الاوقات الارض ضاقت عليهم مش لاقيين مكان يروحوه وفي نفس الصورة ربنا بيوصف حال التلاتة اللي بسبب الدنيا وفتنة الدنيا تخلفوا عن غزوة تبوك وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت في غزوة حنين القلوب تعلقت بالاسباب الارض ضاقت على الثلاثة القلوب تعلقت بالشهوات الارض ضاقت انا عايز اقول لك ايه ان الخنقة اللي الناس فيها الوقت دي ممكن تكون بسبب تعلق القلب بالشهوات الخنقة اللي بقت الناس فيها الخنقة ما تلاقيلكش مكان على الدنيا مفيش مكان يعني في مليون شركة ومليون محل ما تلاقيش مكان تشتغل فيه في مليون صالة افراح ومفيش مكان انك انت تتجوز فيه ومليون شقة ومفيش شقة تسكن فيها ليه كده الارض ضاقت عليك بما رحبت ليه بسبب معصية الله وبسبب تعلق القلوب بالشهوات وتعلق القلوب بالاسباب البعد عن الله مفيش حل يا جماعة مفيش حل غير انك انت تتشحن ايمانيا بحيث انك تقدر تواجه الواقع ده وما يصطرش عليك مفيش حل غير انك انت تبقى راجل في مواجهة فتن الجامعة دي مفيش اي حل غير انك انت تتصل ببيت الايمان وبيت الدروس وبيت الشرايط وبيت الصحبة الصالحة اللي مفيش اكبر غلطة بيعملها اي طالب ملتزم في الجامعة ان لما بيدخل الجامعة ويتشغل في الدراسة بيعزل نفسه عن بيت الايمان اكبر غلطة بتضيع اي ملتزم لما بيدخل الجامعة اوعى تعزل نفسك عن بيئة الايمان وبيئة الدروس وبيئة الالتزام مهما كان ضغط الدراسة اللي عليك لا يمكن ده قوة القلب بتاعك ده غذاء الروح بتاعك من اول يوم اول يوم في الجامعة ده عامل زي كوية الترس للبنطلون المكواجي بيفضل يكوي عليها طول عمره من اول يوم انت داخل هدفك ايه وسلوكك شكله ايه وكلامك مع اللي حواليك شكله ايه ونظراتك لزميلاتك ونظراتك لزملائك شكلها ايه من اول يوم انت ممكن تعمل لنفسك اتجاه واضح في الجامعة انها مش تدخل متميع كده رجل على الشط ورجل في البحر ما ينفعش رجل على الشط ورجل من البحر وشوية قعدت تبص قدام وشوية تبص ورا هتيجي موجة هتجرفك مش هتقدر تثبت تالت علامة خطر بحطها لك وانت داخل الى الجامعة لما هتعدي شلة البنات والولاد هتلاقي شلة تانية مفيش فيها بنات خدوا بالكم بس الولاد اللي فيها يعني الله المستعان هتلاقي شلة سوق ده بيشرب سجارة وده السجارة اللي بيشربها الله اعلم فيها ايه وده عينه قاعدة تجيب اللي رايحة واللي جاية وده معرفش عامل شعره شكله ايه احد الشباب ركب اتوبيس وكان مسافر القاهرة فيعني ركب الاتوبيس يعني ايه بيذكر ربنا باي حاجة فجت واحدة وعاملة شعرها كده ويعني منظرها وحش جدا يعني وقعدت قدامه فالاخ بيقول لي انا فضلت ربع ساعة غاضب بصري عنها لغاية ما فوجئت بعد ربع ساعة ان الانسة المحترمة اللي قاعدة قدامه ما هياش واحدة ده واحد ده شاب اللي قاعد قدامه ولكن مطول شعره ومدرجه فواحد اسمه بنت
هو الجماعة في عينة من دي موجودة الوقت. عينة الرسول عليه السلام بيقول لتتبعونا سننا من كان قبلكم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه وراءهم. طب ليه جحر ضب يا رسول الله؟ اصله ضيق قوي، يعني حتى لو عملوا اي حاجة ضيقة واحنا وراءه. تلاقي الشاب الصبح يا عيني جايب امه وابوه مصحيهم وجايب ثلاثة زمايله عشان يلبسوا البنطلون الضيق اللي هو عايز يلبسه لغاية ما بالعافية يعرف يلبسه. طب انت ماشي كده ليه يا ابني؟ حتى لو دخلوا جحر ضب ممكن صحبة السوق تضيعك. احذر. مين اللي ضيع ابو طالب؟ مين اللي ضيعه وانا ما اعرفهاش؟ الموت والرسول بيقول له قول لي كلمة واحدة اشفع ليك بها عند الله، كلمة واحدة. صحبة السوق منعته حتى ان هو ينطقها، وخلد في جهنم والعياذ بالله. احد احبار اليهود الرسول يعني بعد ما يعني حكم على احبار على اليهود في غزوة خيبر حكم عليهم بالموت او بالاعدام، فالراجل ده الرسول عفى عنه. فالراجل بعد ما مشي كده والصحابي بيوصلوا على ابواب المدينة، فقال له اين فلان ابن فلان احد الاحبار اللي كانوا معه بيحبهم قوي؟ قال قتل. قال فأين فلان ابن فلان؟ قال قتل. قال فأين فلان؟ حد يسأل على الأحبار وكله قتل قتل قتل. قال له فأنا طيب العيش من بعدين. طب أنا عيش ليه بعد ما دول اتقتلوا؟ وقام راجع تاني عشان يتقتل معاهم. أنت عارف كده لقيتها إيه؟ ساعات قلبك ممكن يتعلق بصحبة السوء لغاية ما يضيعوك عند ربنا. الراجل ده تعلق بهذه الصحبة الكافرة لغاية ما ضيع الفرصة اللي كانت قدامه إنه يفكك الإسلام تاني، وقتل على الكفر والعياذ بالله. صاحبك الفلاني الفلاني الظريف وفلان الفلاني الروش وفلان الفلان الضحوك الخفيف ده كل دول واحد عند ربنا يا ابني، بس بستظرفهم وبحبهم. يا اخي الكريم دول هيبعدوك يا ربنا بس مش قادر اسيبهم. احذر من صحبة السوء، ده دي علامة خطر شديد. يعني دي علامة جمجمة بس مسوق بالاحمر بقى مش مسوق بالاسود، بحيث انك تاخد بالك ان صحبة السوء ممكن تضيعك. واحد هيقول انت عقدتها علينا. ليه يا ابني عقدتها عليك؟ انت كده لا تصاحب اولاد ولا تصاحب بنات ولا احنا نكلم كده اي حد في الجامعة. يا جماعة الجامعة فيها جو تاني، جو تاني خالص. حياة الالتزام داخل الجامعة جنة والله العظيم، بس لو عشتوه جنة. الوقت اللي عايش في صحبة الصحبة الصالحة في المساجد والدروس في الصيف، اما يدخل الجامعة يلاقي الف صاحب صالح يصاحبه. لما هتصاحب دول في الجامعة هتعيش الجنة في الجامعة. ثم فين يا اخي طوبة في الغرباء؟ فين يا اختي طوبة للغرباء؟ فين الاحساس بالغربة وسط الجو الفساد؟ فين يا جماعة؟ فين ده طالب الطب لما بيحب يذاكر بينعزل عن الدنيا كلها؟ طب يا اخي عشان ربنا انعزل عن الدنيا كلها، ايه المشكلة؟ حتى لو ما لقيتش حد، ما تصبر لله يا اخي، ما تصبر لاجل الله سبحانه وتعالى. العلامة اللي بعد كده عايز احطها لكم رابع علامة خطر. انت الوقت دخلت الجامعة الحمد لله لا بصيت يمين ولا شمال، ولا وقفت مع بنات ولا وقفت مع اولاد ولا وقفت مع صحبة سوء، خلصت المحاضرة بتاعتك واخونا الفاضل خارج بقى من الجامعة وسعيد وفرحان، الحمد لله انا عملت اللي عليا خلاص. وهو خارج من الجامعة هيفاجئ ان في علامة خطر محطوطة له زي اللي كانت محطوطة له داخل الجامعة. ايه ده؟ طب العلامة دي محطوطة ليه؟ ده انا خارج اهو نجوت والحمد لله. نجوت مين يا ابني؟ نجوت وسايب الناس تغرق؟ نجوت وسايب دينك يتقطع جوه الجامعة؟ ما ينفعش يا اخي الكريم، ما ينفعش. عارفين يا جماعة الممثل اللي قلب اوضة العناية المركزة للاستوديو، حط العناية المركزة، هو بيموت من كتر حب التمثيل قلبه استوديو. انا بقول لك كده عشان انت كل مكان بتروحه بتقلبه مسجد، كل مكان بتروحه بتقلبه للدعوة الى الله. انت لو بتحب الدين زي ما انا بيحب التمثيل، لو مت في العناية المركزة هتقلبها مكان دعوة الى الله. اه والله يا جماعة، سيدنا بلال، تعرفوا سيدنا بلال والتضحيات اللي قدمها لاجل الدين؟ يقول يعني احد الصحابة رواية عنه في مسند الامام احمد، يقول اول من اظهر الاسلام سبع اللي اعلنوا اسلامهم كانوا سبعة، الرسول عليه الصلاة والسلام وابو بكر وعمار ابن ياسر وسمية ام عمار وبلال وصهيب وخباب. يقول فاما الرسول وابو بكر فمنعوا، يعني كان الرسول مع عمه وابو بكر مع قومه، واما الباقين فاخذوهم فالبسوهم اضراع الحديد وصهروهم في لفع الشمس، فكلهم اجابوهم الى ما طلبوا الا بلال فانه قد هانت عليه نفسه في الله. بيقول لك كان امية بيأتي ببلال في عز الهاجرة ينيمه على ظهره في حر مكة، ويجيب صخرة عظيمة يضعها على صدره ويقول له لتظلن هكذا الى ان تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى او تموت. وبلال يقول احد احد،
عقيدة، يقين، تضحية من اجل الدين، استحمال عشان دين ربنا يرتفع ويرتفع وينتصر. طب وانت احد الدعاة كان مسافر المانيا وهو داخل المدينة اللي يسكن فيها لقى نفس تكبير على باب المدينة مكتوب عليها انت لا تعرف يوكوهاما، اعلان سياحي. فالراجل قام جاب اعلان زي وخد اذن بيه وكتب انت لا تعرف الاسلام، إذا اردت ان تعرف الاسلام فاتصل برقم كذا. انهالت عليه الاف المكالمات من الرجال والنساء، كان نتيجة ده ان عشرات الالوف من الالمان اسلموا على ايديه في الفترة اللي هو قعد في المانيا، وكان من نتيجة ده ان هو بنى مركز اسلامي وبنى مسجد. ناس بتشتغل للدين، ناس بتشتغل. اخ من اخوة التبليغ عايز يدخل لاحد الدكاترة عشان يدعو الى الله ومش عارف يدخل ويعمل ايه، قام حاجز كشف وقام داخله. الدكتور بيقول له مالك؟ قال له انا ما ماليش، انا سليم والحمد لله، ولكن انا عايز اكلمك عن ربنا. الراجل استمع لكلامه وتأثر بيه وجاه في الاخر عايز يرجع له الفلوس بتاعته. قال له لا، ده الفلوس دي تمن الوقت اللي انا ضيعته لك، ما رضاش يدفع عشان دين ربنا، يدفع من وقته ومن ماله عشان دين ربنا. يعني بعض الاخوة كان بيتصل بيا كده من ايام، من اسابيع، فمن اسبوعين تقريبا، فالاخ بيقول لي انا عايز مرضى. قلت له ليه يا ابني؟ كان بيطبق اللي هو الاربع حاجات اللي ما اجتمعوا في عبد في يوم الا كان من اهل الجنة، صام وعاد مريض ويعود مريض ويمشي وراء جنازة ويتصدق، فعايز مريض. فعرفت منه بعد كده انه هو كان داخل مستشفى الاطفال هو وثلاثة، فلما جم يدخلهم الراجل قال لهم كل واحد يدفع 2 جنيه، يعني الاربعة يدفعوا كام؟ 8 جنيه. فبصوا كده حسبوها، 8 جنيه ليه؟ ما احنا ممكن نقعد مريض ببلاش. طب يا حبيب قلبي ما انت عم لقيت مريض تعود، وقعدت ساعتين، كان الساعتين دول عملت فيهم اعمال تانية كسبتك الاف الحسنات. احنا بنفكر ازاي يا جماعة؟ عايزين ندفع عشان ربنا يا اخي، عشان ربنا يغلف قلوبنا، عشان ربنا يغلف قلوبنا عايزين ندفع يا جماعة. عشان كده يعني كان والله من المواقف التي لا تنسى، كنت مرة داخل في المستشفى كده في يعني السكشن او فوانا داخل يعني لقيت اخت، طبعا يعني لما انظر لها ولكن المنظر نفسه كان واضح، يعني اخت ما شاء الله حجابها واضح عليه ان هو ما شاء الله جميل جدا، وماسكه كتاب ديني وماسكه بنت دانية، يعني بنت من البنات اللي يعني ايه اللي واضح ان هم يعني لسه عايزين يلتزموا شويه، وقاعده تقرا لها من الكتاب. يا سلام ما شاء الله، ايه النظر الجميل ده؟ اهو احنا عايزين ننزل الجامعه كده، عايزين ننزل الجامعه وانت معاك 10 كتيبات او 5 كتيبات و10 مطويات و10 ورقات واص ومعاك شرطين، وتنزل تدي لده ولده وتكلم ده وتوزع على ده وتدي ده وتسلف ده وتقول له هتالي بكره لما تقراها. نشتغل يا جماعه، ندعو الى الله يا جماعه. في ناس التزم على قلوب على ايديها الوف الشباب في الجامعه، عايزين نغير شويه في الواقع اللي احنا عايشين فيه. يعني اعرف كان في شله وكانت في احدى الكليات، وكانت هذه الشله مفيش واحد فيهم بيصلي، يعني ابعد ما تكون عن الله سبحانه وتعالى. فيعني يعني ربنا بعت لهم اول رساله، الرساله الاوليه كانت ايه؟ موت واحد منهم الوحيد اللي بيصلي فيهم مات، بس ازاي؟ فجأة ازاي قاعد في الدرس كده سكتة قلبية جد مات والعياذ بالله. فكانت صدمة عليهم، ولكن شوية وبدأوا يرجعوا تاني والرحلة بترجع تاني والعلاقات الطبيعية ما بين الاولاد والبنات ترجع تاني عادي بقى خلاص، الواحد ما بيفوش بسرعة. تاني رسالة جات لهم كانت اشد من الرسالة الاولانية. الرسالة التانية 2 من اصحابهم ماتوا، 2، واحد منهم مات بسكتة قلبية وهو راكب عربية وماشي في الشارع، وهو في وقفة المرور مات مات بسكتة قلبية، وشاب صغير. كانت صدمة. هذا الشاب اللي مات كان له شلة 5 غيره، يعني 6، الستة دول 4 منهم ماتوا هم في عز الشباب. واحد مات بسكتة قلبية، واحد مات بسرطان والعياذ بالله، واحد مات في حادثة عربية، والرابع مش فاكر مات ازاي. 4 ماتوا وهم شباب. الاتنين الباقيين عاملين ايه؟ يعني اسمع ان في واحد منهم ربنا يعني يتوب عليهم يا رب، قعد 2 سنين بعد هذه الحوادث في بيته ما يخرجش منه ابدا. فكان موت شباب، فكانت صدمه جامده دي، فما فاقوش برضه. ولكن واحد منهم اللي بدا يفوق وبدا يفكر، طب ممكن يكون الدور عليا، طب لو الدور عليا هعمل ايه؟ بدا ينزل يصلي في الجامع، لا انا لازم اخد خطوه ثانيه. بدا يحضر دروس، بدا يسمع شرايط، بدا يصاحب الملتزمين ويدوهم نمرته ويقول لهم اتصلوا بيا كل سنه وما تسيبونيش ابدا.
بدا ان هو يتضرع الى الله، يا رب انا مش هعرف اسيب، ولا مش هقدر اسيب يا رب اللي وعدتني، وهقدر اثبت على الطاعه ازاي، وهقدر اسيب المعاصي ازاي. كان بالنسبه له شيء صعب جدا ان هو يثبت في الظروف اللي هو فيها، وبدا اللي حواليه يواجهوا التزامه بقمه السخريه وقمه الاستهزاء. يعني كان احد الشباب بيقول لي انا فاكر يوم هو واقف في الكليه وكله قاعد يشتم فيه، يشتمه مش يعني مش ينتقده، يسبوه والعياذ بالله، وهو قاعد صابر وبيدعوه من الله سبحانه وتعالى. فكان يعني هذا الشاب بدا يستهزأ. طبعا بقى اول ما بتيجي تتوب الى الله لازم بتفاجئ ان في رساله جايه لك، انا اخت من اخوات الفاضلات وانا عاجبني قوي التزامك وانا عايز اتوب لله انا كمان. طبعا هو لو حاول يتوبها الى الله هي هتتوب في الاول، وبعد كده هما الاثنين ان شاء الله ينتكسوا مع بعض. بعد ما هما الاثنين ينخدعوا الاول ببعض التوبه او بعض التقدم، بدا يواجه شويه معوقات ويواجه سخريه ويواجه ويواجه، ولكن حاول انه يغير اللي حواليه باي طريقه. حاول لمده سنه كامله يفوت على ده، واما يفوت عليه ولسه خلاص هيتاثر، يجي واحد من شله السوق يبوظ اللي هو عمله، يفوت على ده يدخل من وقت دي ويضلع من دي، يحاول انه يذاكر مع ده يمكن ياثر فيه، يجي وقت الظهر في الكليه يقلع الساعه والمحمول بتاعه يدوم لواحد صاحبه يقول له صار رايح اصلي في الجامع، يعني كانه بيقول له تعالى صلي في الجامع. يومين ثلاثه بدا يجي مع واحد اثنين ثلاثه، يوزع مذكرات على اصحابه ويدور على اي واحد محتاج مذكرات يروح يصورها له، يجيب المصروف بتاعه ويشتري بيه كله، يروح ماشي للمكتبه بتاعه الشرايط ويرجع ماشي عشان يوفر البريده عشان يشتري شرايط لاصحابه يوزعها عليهم. كل ده وسطود رهيب من كل اصحابه اللي حواليه، ولكن برضه فضل سنه كامله مستحمل الوحده ومستحمل السخريه ومستحمل التريقه. وكان بسبب ثباته ده سبحان الله، كل واحده ترتيب من عند الله بقى، كل واحد من الشله دي ربنا يرزقه حاجه او سبب، ده النهارده فجاه التزم، بكره ده بعد سنه من الصمود بعده ده التزم بعده ده التزم. تحولت الشله دي من شله من افسد الشلل، يعني في منهم ناس قاعده معانا دلوقتي من افسد الشلل في الجامعه، الى ناس معظمهم بيطلعوا على منابر الوقت، بل هو نفس الوقت بيطلع على منابر بفضل الله سبحانه وتعالى. فانا عايز يا جماعه ان كل واحد منا يبقى كده، ان السنه دي تبقى شغلتك الشله بتاعتك، السنه دي تبقى شغلتك 7-8 كده قاعد طول السنه مبتدع لو ما تهدش. اتعب يا اخي وابذل مهما حصل، اتعب وابذل لعل ان ربنا يفتح على ايدك، لعل ان الناس دي تلتزم على ايدك، مش حسنات الناس دي كلها في ميزان الراجل الطيب ده ولا ايه؟ عايزين يا جماعه يعني انتوا عارفين اول مسجد في احدى جامعات القاهره اتبنت ازاي؟ كان شاب من الشباب الملتزم زمان زمان جدا، فما فيش مسجد يصلي فيه. جه وقت الظهر اذن في وسط الجامعه وقام يصلي في مكانه، تاني يوم كذلك، تالت يوم كذلك، شويه وجه عامل قام جايب له حصيره وقام مصلين مع بعض، شويه وبدا الناس تعرف ان وقت الظهر في حصيره بتتفرش هنا، شويه وبدات الكليه تعرف ما ينفعش هيبوظوا الشباب ولا ايه، فقاموا جايبين لهم اوضه تحت السلم عشان يخبوهم في الصلاه فيها. شويه ومع كثره المصلين واستمرار الامر بني اول مسجد في هذه الجامعة، وحتى هذه اللحظة باذن الله حسنات كل اللي بيصلوا فيها بسبب ان في شاب بطل من 50-60-70 سنة وقف وصمد لغاية ما بني مسجد لله يصلى فيه الفرائض في هذا المكان. عايزين ناس كده يا جماعة. ده ربنا بيقول فاصدع بما تؤمر. اصدع، عارف يعني اصدع؟ يعني شق الجدار نصين. عارف يعني ايه؟ بنيان الباطل اللي مبني ده، لما البنت دي اللي فاتنا الشباب دول تتحجب، ولما الولد ده اللي كان بيطلع رحلات يلتزم، ولما الولد ده اللي كان مبوظ الشله بتاعته يلتزم، ولما دي وده ودي وده يلتزموا، بنيان البطل يقعد يتشقق يتشقق لغايه ما يقع وينهار. اصدع بما تؤمر. ترك الدعوه ذنب يا جماعه، ترك الدعوه ذنب من اعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. ترك الدعوه، مش الرسول بيقول ايه؟ لا تأمرنا بالمعروف ولا تنهونا عن المنكر او لا يوشكن الله ان يعمكم بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ليه؟ مش انت مالكش دعوة بدعوتي ولا ماليش دعوة بيك. عيش في الدنيا لوحدك بقى، خليك في الدنيا لوحدك، بدل انت شايف الدين بيحصله اللي بيحصله وانت بد ضهرك وبتقول وانا مالي، اهو وانا مالي ديت من المعاصي اللي بيتنزل ليها عقوبات الله سبحانه وتعالى. علامات خطر حطناها، علامات تحذير حطناها. ممكن واحد يجي يقول لي انا لو نفذت الكلام اللي انت بتقوله ده انا باذن الله ان شاء الله مش داخل الجامعه سنه تانية، دي اخر سنه ليا في الجامعه. هقول له ليه يا حبيب قلبي؟ لا يا جماعه، اصل هو لما هيعمل كده هو بيقول انا مش هذاكر فهسقط فمش هدخل الجامعه تاني.
يا جماعة يا جماعة ده اكتر حاجة بتزود عزيمة الانسان على المذاكرة هي الدين. اكتر حاجة تزود عزيمتك في المذاكرة الدين. اه والله جرب تحضر درس وتروح تذاكر. جرب تسمع شريط وتقعد تذاكر. جرب تفتح المصحف تقرا خمس ست صفحات وبعد كده تبدا تذاكر. جرب تصلي ركعتين طوال كده وبعد كده تذاكر. جرب التجربة دي. امال السلف جابوا الهمة الرهيبة في طلب العلم ومذاكرة العلم دي منين؟ يعني احد السلف كان قاعد يطلب علم يطلب علم، فمن كتر حبه في العلم انهمك وسهر طول الليل، فكانت الجارية بتاعته بتقول له يعني انت يعني لم تأكل؟ فقال له يعني مفيش وقت شوية كده واكل. فأشفقت عليه فقعدت تأكله في بقه وهو قاعد يكتب ومش دار انه بياكل في بقه. فبعد ما خلص اكله وخلص سهر طول الليل بيقول لها ايه؟ اين الايه؟ اين الطعام؟ فقالت له لقد اكلت، انت اكلت الطعام. هو انت لما الايمان يملى قلبك هتحب المذاكرة كده؟ تبقى انت قاعد بتذاكر كده والدتك تقول لك الاكل، تقول لها انا مش فاضي، انا بحب المذاكرة مش فاضي ان انا اكل، فتيجي تقعد تاكلك في بقك كده لغاية ما الاكل كله يخلص وانت مش واخد بالك. وبعد ما تخلص مذاكرة تقول لها ايه؟ فين الاكل؟ ولا انتوا ما بتحبوش المذاكرة يا شباب؟ الوقت الشاب تلاقيه يقعد على المكتب كده كأنه مش قادر يقعد على المكتب، مش قادر. اول ما يقعد كده خمس دقايق ايه ده انا جعان، انا ما اقدرش اذاكر وانا جعان، اما اقوم اجيب حاجة اكلها عشان اعرف اذاكر. يقوم يجيب حاجة ياكلها وبعد كده يرجع يذاكر تاني دقيقتين بالظبط. ايه ده؟ ده انا عطشت، لا انا لازم اقوم اشرب شوية بقى عشان ايه اذاكر تاني وانا عطشان يعني. يقوم يشرب وبعد كده يرجع يا نسيت هسهر طول الليل من غير كوباية شاي ازاي؟ لازم اقوم اعمل كوباية شاي. يقوم يعمل كوباية الشاي وبعد كده يرجع تاني يجي يقعد على المكتب. ده باين الاكل تقل على الواحد، عايزة ساعتين نوم بقى وبعد ما اصحى ان شاء الله ابقى اكمل مذاكرة بقى. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، فلما نلحظ بطولات السلف في طلب العلم تفسيرها الواحد كان ايه؟ كان علو الايمان. لما يبقى فيه ايمان تلاقي عندك عزيمة انك انت تعمل اي حاجة. يعني الشاب ابن عمار شيخ البخاري لما ذهب الى الامام مالك عشان يقرأ عليه الحديث، فالامام مالك قعده قدامه، الامام مالك بيقول له اقرأ، فقال لا بل انت تقرأ. ليه؟ لا يعني عند السلف لما الشيخ اللي يقرأ يبقى افضل في تعليم الطالب. فقال له الامام مالك بل انت تقرأ. فقال بل انت تقرأ. الامام مالك جاب له احد الغلمان بتوعه وامره ان هو يكشف ظهره ويضربه 15 درة. فلما ضربه 15 درة قال له هشام بن عمار انت ظلمتني. فقال له وما دية هذا؟ قال ان تحدثني وتقرأ علي 15 حديث. يبقى انا الوقت 15 اصاب 15 حديث. فقرأ عليه 15 حديث فكشف ظهره بعدها وقال زد في الضرب وزد في الحديث. من شدة شرح صدورهم للعلم كان الواحد منهم يا جماعة يجي خلاص بقاله 24 ساعة بيذاكر، يجي راسه تقع الشيخ بتاعه يكب مية في وشه يقوم تاني وينتبه ويفضل يذاكر حتى الصباح من شدة حب العلم ومن شدة شرح الصدر في العلم. والواحد والله يعني ما الواحد كان طالب مجرب، يعني اكتر ايام انت فيها مجتهد في الدين هي اكتر ايام انت بتذاكر فيها، واكتر ايام ايمانياتك فيها مرتفعة هي اكتر ايام انت بتذاكر فيها. الواحد قضى فترة من الدراسة يقرأ في كتب تنمية العزيمة ويعمل ابحاث في كيفية تنمية العزيمة. ازاي العزيمة دي تيجي؟ ازاي الانسان يقدر يقعد على المكتب 20 ساعة متواصل؟ وخرج الواحد بعد 12 شهر كاملة بحث في هذا الموضوع بنتيجة واحدة بس، ان ايام اللي الواحد مجتهد فيها دينيا هي الايام اللي عزيمة الواحد فيها اعلى ما يكون. وكلما زاد الايمان كلما زادت العزيمة على الاستذكار، وكلما زادت العزيمة على اي شيء الانسان بيريده. يبقى اذا جرب كده انك انت تحيط حياتك بالنشاط الايماني، جرب انك ما تنعزلش عن بيت الدين ابدا، هتشوف ان ده هينعكس ايجابيا على المذاكره. ثم يا جماعه ماده ب 500 درجه وماده بدرجتين، هنفضل نذاكر في مدرجتين ونسيب ال 500؟ الدنيا بدرجتين والاخره ب 500، نسيب الاخره؟ جهد الاخره لا يتوقف. فتره الجامعه دي اخطر فتره في حياتنا، اخطر فتره ممكن تزيد فيها، اخطر فتره ممكن تستدم فيها، اخطر فتره ممكن تتربى فيها، اخطر فترة ممكن تبقى راجل في الدعوة او في العلم فيها. يبقى الفترة دي لما تضيع عليك هتجيب منين فترة مفيش وراك مشاغل في حياتك زيها؟ يبقى يجب ان احنا ننتبه لهذه الحقيقة، يجب ان احنا نستثمر هذه الفرصة. انا بتكلم الليلة عن فترة الجامعة ليه؟ وعن ازاي نستثمر فترة الجامعة ليه؟ وعن ازاي ان لازم يبقى ليك برنامج ثابت ومحدد السنة دي باذن الله سبحانه وتعالى.
احنا يعني من ثلاث شهور قلنا ان الصيف هيبقى له برنامج وحملنا برنامج واتكلمنا عن الدعوه ومشروع الاسر وورقه الذكر وقيام الليل والقران وسلسله العبادات، عملنا حاجات كتير. اللي مشي زي اللي ما مشاش مش ممكن طبعا، اللي مشي معانا زي اللي ما مشاش معانا مش ممكن. الوقت يا جماعه واحنا على اول الشتاء بنقول يا جماعه الشتاء ده فرصه، الشتاء ده فرصه. اللي هيبدا في الدراسه من اولها فعلا جد باذن الله، باذن الله لن ينتهي هذا العام الا هو فعلا محقق حاجه عظيمه. يعني اذكركم بايات، يعني قول الله وجاهدوا بالله في الله حق ايه؟ حق شهاده. وجاهدوا في الله حق شهاده. شوف ربنا يستاهل منك ايه؟ شوف ربنا يستاهل مجاهده منك قد ايه؟ شوف ربنا يستاهل تعب منك قد ايه؟ هو اشتباكم يا اخي، ده ربنا بيقول لك انا اخترتك. يعني تخيل لو واحد مسؤول في الدنيا قال لك انا اخترتك، هينبعث جواك عزيمه قد ايه؟ عايزين عزيمه كده على ان السنه دي تبقى فتح في الدين. ده من لطف ربنا بينا ان اولها رمضان باذن الله، يعني هتبقى سنه من اولها ايمان باذن الله سبحانه وتعالى. عايزين سنه كلها انجازات كده، لما تيجي في اخرها وتبص على السنه من ورا تقول فعلا بفضل الله السنه دي محسوبه من عمر بفضل الله. وما جعل عليكم في الدين من حرج، مفيش حاجه صعبه، الدين كله سهل والدين كله جميل والدين كله انت معاد فيه من الله سبحانه وتعالى. مله ابيكم ابراهيم، امشي ورا ابوك يا اخي، امشي ورا امام الانبياء. هو سماكم انت وانت وانا المسلمين من قبل. المسلم يعني اللي بيسمع كلام ربنا، يعني اللي منقاد وراء دين ربنا، يعني اللي القائد بتاعه اوامر ربنا. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. يوم رسول الله يشهد عليك يوم القيامه هيقول عليك ايه؟ يوم الاسلام يشهد عليك يوم القيامه هيقول انت خسرته ولا نصرته ولا ضيعته، ولا قلبت الكليه بتاعتك، ولا قلبت الدفعه بتاعتك، ولا اتقسم على ايدك 50 واحد، ولا تنقب على ايدك 50 واحدة. هيشهد عليك الاسلام بايه؟ ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. يا رب انا رحت ودعيت، يا رب يا رب انا اجتهدت عشان دينك يا رب، وتكونوا شهداء على الناس. فاقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. عايزين تبقى سنة مجاهدة باذن الله يا جماعة. يعني نظام حياة شاب ملتزم في الجامعة هيبقى ايه؟ السبع نصائح اللي بنصح كل واحد منكم بيهم. النصيحة الاولانية تجنب اطلاق البصر على الاطلاق، ده عاملة زي نظام حياة ليك كده في الجامعة. اول حاجة احترس تماما من اطلاق البصر. كل العلاقات المحرمة كان بدايتها نظرة واحدة، بعد كده انكسر قلب اللي نظرها وضعف امام شهوته وانقاد وراء الشيطان والعياذ بالله. تجنب وتجنبي اطلاق البصر. الحاجة التانية والخط الاحمر التاني اللي احنا عملناه الليلة واتكلمنا عنه الليلة ورفعنا دي علامة الخطر الليلة، تجنب الشهوات والاختلاط. وتجنبوا يا جماعة اي مكان فيه اختلاط او شهوات على الاطلاق. الحاجة التالتة وعلامة الخطر التالتة، تجنبوا الصحبة السيئة لانها ممكن تنزلك في الارض. تجنبوها. طب الثلاث حاجات دول اقدر اتجنبهم ازاي؟ بثلاث حاجات اعملهم. الحاجة الاولانية حفظ القرآن. الوقت في ناس في تحفيظ الصف في المسجد هنا حفظوا 6 اجزاء في الصف ده في الشهرين اللي فاتوا ده، وفي ناس حفظوا 5 اجزاء. طب انت هيفوتك ليه؟ وفي الشتاء باذن الله التحفيظ ده هيستمر، ولكن هيبقى يوم الجمعة من العصر للمغرب بس، بحيث ان هو يناسب ظروف الجميع باذن الله، وهيبقى مسابقة وهيبقى مستمر باذن الله سبحانه وتعالى. يبقى تضيع الفرصة دي عليك ليه؟ يبقى اول حاجة حفظ القرآن، ما تضيعوش ابدا. لما شاب يجي يقول انا كنت بحفظ بس ضعفت، يعني ايه ضعفت يا ابني؟ يعني ايه ضعفت يا جماعة؟ انا كنت ماسك في حبل معلقني في السماء بس ايدي وجعتني فسبته. ما انت هتقع في الارض، ما انت هتقع في المستنقع اللي تحتك، امال هتروح فين؟ تاني حاجة يا جماعة الدروس. يعني بعد ما كان الواحد بيصرف في القهوة وبيصرف في النادي وبيصرف في الشارع، يصرف في المسجد. بل من السهرة ده ساعة واحدة لربنا. ولما نيجي نقول الحاجة التالتة اللي هي الشرايط وسماع الشرايط وسماع شريط كل يوم، هيبقى ايه يعني؟ ايه يعني ما كانش شريط الاغاني بيتسمع وبياخد ساعة، وكان المسرحية بتتسمع وبتاخد 3 ساعات، وكانت المباراة بنتفرج عليها وبتاخد 1.5 ساعة، كان الواحد ممكن يضيع وقت كتير قوي في شهوات. طب ما يسمع في ساعة كلام يذكره بالله ويذكره بطريق الله سبحانه وتعالى. الثلاث حاجات دول قصاد الثلاث حاجات دول. اوعى تعزل نفسك عن بيت الايمان، اوعى، او صحبة الايمان، او حياة الايمان وحياة الالتزام. الحاجة الخامسة، من الوقت حدد ليك هدف هذه السنة. طبعا في هدف ان انا انجح او اجيب تقدير حسب اللي انت متعود عليه كل سنة، ولكن انا عايز تحدد هدف ليك في الدين. حدد ليك هدف، انا السنة دي هطلب، انا هخلص الفقه السنة دي،
او انا السنة دي هدخل معهد اعداد الدعاء ومعهد انصار السنة والجماعة الشرعية الاثنين فاتحين بابهم في هذه الايام فرصة انا هدخل معهد اعداد الدعاء. هو ينفع ادخله والدراسة شغالة؟ يا اخي الكريم عايزين نبقى رجالة بقى، احنا بنقول نبقى رجالة ايه يعني لما تدخله؟ ايه المشكلة يعني؟ هياخد منك ايه؟ مش هياخد ساعة يومية. طيب يبقى اذا حدد لنفسك هدف، اي هدف، هدف في العلم، هدف في معهد اعداد الدعاء، هدف، حدد لنفسك هدف. الحاجة اللي بعد كده، الحاجة السادسة، العمل في الدعوة، عدم ترك الدعوة على الاطلاق. لو ليك شلة خلاص دي وظيفتك طول السنة، او اربعة خمسة ناس طيبين كده معاك في الدفعة دول وظيفتك طول السنة، بحيث انك انت تشتغل في الدعوة الى الله. الحاجة السابعة، وانت نازل الجامعة اوعى انك انت قبل ما تنزل تظبط المنبه على المحاضرة الاولانية وتسيب الفجر، ما ينفعش، تظبط على الفجر وبعد كده تبقى تنام تاني وتصحى على ميعاد المحاضرة، ده دين ربنا لازم يتاخد بجدية. وبعد كده تصحى الصبح قبل ميعاد المحاضرة تصلي ركعتين، تقرا صفحتين قرآن، تنزل كده وقلبك منور، مصحفك في جيبك ومصحفك في شنطتك، لأن الشياطين اللي ساكنة الجامعة دي مش هتبعد عنك إلا لو المصحف بتاعك في جيبك، وقلبك لا يمكن إنه يزيغ طول ما المصحف بتاعك في جيبك أو المصحف بتاعك في شنطتك. بعد كده يا جماعة شنطة الدعوة اللي اتكلمنا عنها معاك شوية مطويات وشوية ورق وشرتين وكتيبين، بحيث انك انت دايما تبقى داخل وجعلني مباركا اينما كنت. انت مبارك طول ما انت في هذا المكان، سبب لهداية الناس طول ما انت في هذا المكان في الجامعة. بعد كده يعني بعد ما بتخلص الجامعة، يعني الوقت اللي بعد الجامعة لو قسمت، انت لو ذاكرت يوميا ساعتين اخر السنة هجيب جيد جدا ان شاء الله. يعني فلا تنسى ابدا انك انت في ساعة لله في يومك وفي ساعة للدنيا في يومك، فلا تضيع حق دراستك ولا تضيع حق الله سبحانه وتعالى. يعني عايزين باذن الله سبحانه وتعالى يا جماعه ان احنا نلتزم بهذه الاشياء. ولكن قبل ما نختم درس الليله، يعني في بعض التوصيات اللي عايزين بس نركز عليها. اول حاجه المكتبه، يعني احنا كنا قلنا الشباب يتبرع بشرايط للمكتبه، في ناس اتبرعت وبعد كده الناس نامت تاني، فياريت يعني اللي عنده 3 4 شرايط زايدين ما لهمش لازمه ما يجيبهم يا اخي، اخوانه يستفيدوا بيه. وفي 300 شريط معار بره المكتبه وما رجعوش، فياريت يعني طب اللي واخد 5 شرايط رجع شرايطين حتى، بلاش يرجع كل حاجة. الحاجة التانية يا جماعة اللي عايز انبه عليها، ان معهد اعداد الدعاء يعني بالنسبة للاخوات والاخوة فاتح الوقت ابواب القبول في التوحيد وفي الجماعة الشرعية، يعني اللي عنده اي فرصة انه يدخل فيه ما يضيعهاش، لانها فرصة فعلا ممكن تفرق مع اي حد مننا في طريق الدعوة الى الله. في اخوة صناع النهضة جزاهم الله خيرا عاملين مشروع شنطة رمضان، شنطة ب 30 40 جنيه وب 50 جنيه فيها اكل بيتجاب وبيتوزع على الاسر الفقيرة وهم بيوصلوا للاسر الفقيرة. فالمشروع ده يعني ان شاء الله باذن الله يا جماعة، طبعا احنا لازم نشارك في اي خير ونتعاون مع اي حد ما دام هذا الامر خير وما دام هذا الامر في دين الله سبحانه وتعالى. فشنطة رمضان دي نتمنى ان احنا نتعاون معهم فيها، وان اللي عايز يتبرع عليهم فيها، يعني زيها زي مشروع الاسر بالظبط، اللي عايز يتبرع فيها. واعتقد ان في ناس منهم معانا الوقت في المسجد، وان هم بيجمعوا التبرعات دي سواء على حساب في البنك او على ارقام تليفونات موجوده في الورق اللي بيتوزع واللي موجود في كل مكان. فاللي يقدر يشارك في هذه الشنطه يبقى جزاه الله خيرا. بالنسبه يعني الاخوات الاسبوع اللي فات بفضل الله سبحانه وتعالى، الاسبوع اللي فات قلنا يا ترى هنخرج بكام بطله، وبفضل الله فعلا خرجنا ببطلات كتير. يعني حاجة بصراحة جميلة جدا ان طول الاسبوع الواحد قاعد يسمع عن اخت انتقبت، لا اخت لبست اسدال، لا اخت معرفش عمل، بفضل الله حاجة جميلة والله يا جماعة. فاحنا خرجنا ببطلات كتير المرة اللي فاتت، وبنقول لكل اخت ربنا من عليها بالنقاب او بالاسدال او بالخمار يعني الف مبروك والله يا اخت، مبارك باذن الله وربنا يثبتك ويعينك. وبنقول لكل اب وقف في وش بناته ان هم يلبسوا النقاب او الاسدال، بنقول له اتق الله اتق الله. يعني اذا كنت خايف على بناتك فعلا خاف عليهم من نار الاخرة اكتر ما انت خايف عليهم من مشاكل الدنيا او حاجات الدنيا. مسابقة التفسير باذن الله سبحانه وتعالى يعني هي خلاص يعني حاجة بسيطة وتتعمل، يعني ان شاء الله اسبوع او اسبوعين بالكتير وتتعمل. فيعني انا مش عارف، يعني في ناس نفسها تدخل بس خايفة يا جماعة، ولا مفيش حد خايف، ولا مفيش حد ناوي يدخل؟ فيعني يا جماعه ان شاء الله هتبقى بسيطه جدا وسهله جدا، حفظ جزء عام وتفسيره هتبقى بسيطه جدا باذن الله. يعني انا بكرر ان الموضوع هيبقى سهل، لان انا عارف ان في ناس كتير بتخاف، ولانها بتخاف ما بتدخلش. لا الموضوع هيبقى بسيط ان شاء الله، وهيبقى شحن ايماني في القران قبيل رمضان باذن الله سبحانه وتعالى.
يعني دي غالب الحاجات اللي الواحد كان نفسه يتكلم فيها او التوصيات اللي الواحد كان نفسه ينبه عليها في هذه الليلة. ورمضان اقترب يا جماعة، يعني 3 اسابيع بالضبط، 3 اسابيع. الجمعة دي خلاص، لسه 3 جمعة باذن الله ان ربنا احيانا وتقابلنا مع بعض، الجمعة الرابعة هتبقى في رمضان. فيعني احنا النهاردة 5 شعبان، او احنا خلاص دخلنا في ليلة 6 شعبان اهو. فيا جماعة خلاص نبتدر بقى، 3 اسابيع ورمضان جاي، ما عادش في وقت اللعب، ما عادش في وقت ان الواحد يمشيها خطوة، لا خلاص يا جماعة رمضان جاي. اكبر صفقة في عمرنا كله جاي، اكبر موسم لتسديد الديون اللي علينا لله جاي، اكبر فرصة للارتقاء والتربية، واكبر معسكر ايماني بينصب للمسلم والمسلمة من اجل التربية والاقتراب من الله جاي. مش عايزين يا جماعة ان احنا نكسل في رمضان، مش عايزين نتخاذل في رمضان ده. ولان رمضان شهر القرآن، فيعني احنا معانا بعض المصاحف، يعني احنا مش هنوزعها على حاجات كتير المرة دي، احنا المرة دي كلها على القرآن بس. والاخ اللي قاعد والاخت اللي قاعدة اللي مش هياخده يشوف حاجة من اللي هو يسمعها، وان شاء الله ينتظر جائزته من الله سبحانه وتعالى ويطبقها هو من غير ما ياخد مصحف. احنا عايزين واحد يا جماعة يقرأ كل يوم بس 3 اجزاء قرآن وياخد المصحف ده. لا ده من اولها كده مش هينفع، من اولها كده نقفل الشنطة ونقوم نصلي العشاء. 3 اجزاء قرآن بس يا جماعة وياخد المصحف الجميل ده. اتفضل يا شيخ ابراهيم. طب عايزين واحد يا جماعة، يعني واضح ان الشباب مستتيلين 3، نقللها شوية، ياخد يقرأ جزئين ونص يومين وياخد المصحف ده. جزئين ونص يا بلاش يا جماعة، ومصحف كمان جزئين ونص. انت تقرأ كم؟ مش كتير يعني. طيب خد. طيب عايزين يا جماعة واحد راجل بطل كده بقى يطبق صورة مصغرة من رمضان، اسبوع واحد بس لغاية الاسبوع الجاي، بس صيام وقيام بجزء قرآن، حاجة بسيطة جدا يعني يا بلاش والله. ها الشباب اللي الناحية دي مالهم النهاردة كده، الناحية دي برضو اسبوع صيام وقيام بجزء. طيب احنا يعني واضح ان الصيام اللي تكن سهل خالص، احنا عايزين نصعبها شوية بقى. مين يا جماعة اللي يقوم الليل هذا الاسبوع بس من غير صيام ولا حاجة، بس نعوض الصيام بقى يبقى بدل جزء جزئين قرآن لمدة اسبوع. احنا مش عايزين الاخوة الملتحين، احنا عايزين الشباب اللي يعني الراجل المحترم ده والراجل الطيب ده فيه ايه، جزئين كل القرآن. مين يختم المصحف هذا الاسبوع وياخد المصحف الجميل ده، يختم المصحف. احنا مش عايزين ندي اللي قدام بعد كده خلاص، احنا كده عايزين ندي اللي ورا بقى، اللي ورا لو ما رفعوش ايديهم يعني هنتصرف معهم بعد كده. طبعا ده حاجة امام الله سبحانه وتعالى، واللي يا جماعة يتفق على شيء ويفوته يعني ويقع فيه يقضيه، زي ما سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص عهد النبي على الصيام يوم ويوم وقراءة القرآن كل 3 ايام، لما كان بيضعف عن هذا الامر كان بيقضي هذا الامر بعد كده. فخدوا بالكم يا جماعة تقضوا هذا الامر لو حد فاته. طب مين يا جماعة يعني يقرأ، انا مش عارف والله الناس النهاردة مش سخنة معايا ليه، طب مين يقرأ جزئين قرآن بس كل يوم وياخد المصحف ده؟ لا انا عايز الناس اللي ورا الباشمهندس اللي قاعد على الكرسي ده. طيب مدام جزئين قرآن الناس هتتشجع بيهم، مين كمان يقرأ جزئين وياخد المصحف ده؟ الراجل الطيب ده انت برشحه يعني؟ طيب اديله المصحف. طب عايزين نعلى بقى، مش هينفع كده. مين يختم القرآن هذا الاسبوع في قيام الليل؟ انتوا بتضحكوا ليه؟ عايزين راجل كده، هلا ده في رمضان انت المفروض تختمه كل 3 ايام. مين يختم المصحف ده في قيام الليل هذا الاسبوع؟ الاخ الطيب ابو شال ده. طيب. طيب واضح ان الناس مش مسخنة في القرآن، نسخنهم في حاجة تانية. مين يقعد جلسة الضحى كل الاسبوع ده هوت وياخد المصحف ده؟ يا سلام، الناس سخنة في جلسة الضحى اكتر من القرآن. طيب الراجل اللي ايديه طويلة فوق ده. ايديه طويلة يعني متحمس يعني مش انت. ما عادش غير مصحفين بس نزود بقى. فاكرين اسبوع التحدي؟ فاكرينه ولا محدش فاكروه؟ اسبوع التحدي يعني الصيام 7 ايام وقيام ال7 ليالي بجزء قرآن
واستغفار 500 مرة كل يوم على الأقل، وكان يختم المصحف مرة في الأسبوع. يعني لا إله إلا أنا عايز واحد يرفع إيده. أسبوع التحدي أمام الله. طب أنت رفع إيدك في أسبوع التحدي، هتختم المصحف مرة في الأسبوع إن شاء الله، وتصوم السبع أيام، وتقوم السبع ليالي، تستغفر كل يوم 500 مرة على الأقل. انتوا بتضحكوا ليه يا جماعه؟ والله في ناس بتعمل مواقف اكثر من هذا. ربنا يرزقنا الاخلاص يا رب. خد يا راجل. طيب خد يا اخي، نسال الله ان يرزقنا الاخلاص. ال 12 مصحف خلصوا، يعني الدعوه دي شرف والله يا جماعه. لو الناس دي طبقت الكلام ده وربنا يعني كتب للواحد القبول في الحاجات دي، ممكن الواحد ياخد حسنات قد ايه. الدعوه دي حاجه جميله والله يا جماعه. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين قلوبنا بالإيمان. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في كل أحوالنا وكل أقوالنا وكل أعمالنا وكل نظراتنا وفي سكوننا ونطقنا. اللهم املأ قلوبنا بالإيمان، اللهم املأ قلوبنا نورا، اللهم أنر لنا قلوبنا، أحيي لنا قلوبنا، زكي لنا قلوبنا، طهر لنا قلوبنا، اشفي لنا قلوبنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم لا تحرمنا من خير ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تحرمنا من فضل ما عندك بسوء ما عندنا، اللهم لا تجعلنا من المحرومين بذنوبنا، اللهم لا تردنا على اعقابنا خائبين، لا تردنا على اعقابنا منتكسين. يا رب العالمين اجعل رمضان فتحا علينا في ديننا وايماننا يا رب العالمين. يا رب زينا بزينة الايمان، واجعلنا هداة مهتدين. حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. يا رب يا منتهى املنا، يا كل رجائنا، يا ركننا الشديد، يا رب العالمين، يا ولينا، يا ارحم الراحمين، انت ملاذنا، انخنا مطايانا ببابك، القينا باحمالنا على اعتابك. يا الله يا من تعلم مكاهيل البحار، يا من تعلم عدد قطر الامطار، يا من تعلم مخابئ الجبال. يا الله يا من سبحت لك الطيور باصواتها، وسبحت لك البحار بامواجها، وسبحت لك الافلاك بدورانها. يا الله اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، تب علينا توبة ترضيك، تب علينا توبة نصوحة. اغفر لنا ذنوبنا، اغسلنا من ذنوبنا، طهر صحائفنا من ذنوبنا. يا رب يا رب تب علينا من كل ما قدمناه ومن كل ما اقترفناه في حقك. يا رب طهر قلوبنا من الشهوات، طهر قلوبنا من الشبهات، طهر قلوبنا من حب الدنيا. يا رب خذ بنواصينا اليك، يا رب ثبت قلوبنا على دينك. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، اليك اواهين منيبين مخبتين. اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا وما انت اعلم به منا وما انت اعلم به منا. انت المقدم وانت المؤخر، وانت على كل شيء قدير. اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، اوله واخره، كبيره وصغيره. اغفر لنا ذنوبنا كلها يا رب، طهرنا من جميع ذنوبنا. يا رب ثبت قلوبنا على الحق، يا رب انر لنا وجوهنا، يا رب طهر لنا صحائفنا، يا رب ثبت لنا قلوبنا، يا رب اكتب لنا الثبات على دينك حتى نلقاك. اشرح لنا الصدور،
يسر لنا الامور، اهدنا واهدبنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. انزل هدايتك على شباب مصر، انزل هدايتك على كل من بهذا المسجد في هذه الليلة، انزل رحمتك على كل من في هذا المسجد في هذه الليلة، انزل توبتك على كل من في هذا المسجد في هذه الليلة. يا رب العالمين، يا رب تب علينا توبة لا نعود بعدها ابدا الى معصيتك يا ارحم الراحمين. بلغنا رمضان واجعله فتحا علينا في ايماننا، واجعله فتح هداية على هذه الامة. تب على شباب المسلمين، تب على فتيات المسلمين، تب على متبرجات المسلمين، تب على عصاة المسلمين، تب على رجال المسلمين، تب على نساء المسلمين. انزل غصرك على هذه الامة، اقر اعيننا بنصرة دينك، انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين، اهزم اليهود وانصرنا عليهم، اهزم اعداءك وانصرنا عليهم. اذن لدينك ان يسود، اذن لشرعك ان ينتصر، اذن لرايتك ان ترفع. يا ارحم الراحمين، يا من اتنا، يا من جاءنا، يا من ليس لنا الاك، نعوذ بك ان تردنا على اعقابنا خائبين، نعوذ بك ان تصرف قلوبنا عنك بعد ان صرفتها اليك. ارحم قلوبنا وانل لنا دربنا بالايمان يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.